بعد ديننا وبعد قيمنا وبعد أخلاقنا أيها الإخوة. هذا ما أردنا أن نذكر به، أردنا أن يسمع أبناء شعبنا جميعا أن هذا القانون خطير وخطير جدا. لا أقول إنه يتناقض أو يتصادم مع قيمنا وديننا وعقيدتنا، بل أقول إنه يدمر ديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وقيمنا. إنه تدبير للأسرة وليس حماية لها. نعم، لا أقول هذا أنا فقط، إنما يقوله أيضا المختصون في علوم الشريعة والدارسون للقانون. هذا والله إنه أمر خطير ومنكر كبير، يجب أن ننكره، يجب أن نقول لا، يجب أن يسمع وشرفنا وأعراضنا أيها الإخوة. تعرفون أيها الأحباب، كل الدارسين لهذا القانون يقولون إنه يبيح الزنا، وأشد من ذلك يبيح الشذوذ الجنسي، وأشد من ذلك يفقدك أيها الرجل، يفقدك أيها الأب، يفقدك المسؤولية التربوية عن أبنائك وعن زوجتك. أنت إذا رأيت ابنك الصغير يرتكب منكرا فمسكت بأذنه وقلت له عيب، تؤخذ الى السجن وتسجن وتغرم، وربما ينتزع ابنك من اسرتك. هذا ما يجري في السويد وغيرها من الدول، ينتزع الابن ويؤخذ الى اسره اخرى. اي تعد هذا؟ اي هجوم هذا على شريعتنا وديننا واخلاقنا؟ ماذا يبقى لنا ايها الاخوه؟ لا يجوز لك إذا فعل ابنك عملا شاذا، إذا ارتكب قوم لوط، لا يجوز لك أن تعاقبه، إنها حرية شخصية. وأي حرية هذه أيها الإخوة؟ وأي حرية هذه؟ فاتقوا الله أيها المسؤولون فينا، اتقوا الله في شعبكم، إياكم أن تبرروا هذه الكارثة، إياكم أن تبرروا هذا الخزي، إياكم أن تبرروا هذا العار. هذه نكسة ما بعدها نكسة، هذه جريمة ما بعدها جريمة. هنيئا والله بالاحتلال إن وافقنا على ذلك. ماذا يريد الاحتلال إلا أن يخرب بيوتنا؟ ماذا يريد الاحتلال إلا أن يسقطنا أخلاقيا؟ وبعد ذلك ما أسهل أن نسقط أمنيا، فإن من وسائل الاحتلال أمنيا أن يسقطه أخلاقيا. أيها الإخوة، الزنا منكر والشذوذ منكر، ولكن الخطير في هذا القانون أنه يحمي هذا المنكر بالقوة وبالقانون وبالغرامة المالية، يحمي هذا المنكر بالقانون وبالعقوبة والغرامة المالية. هذه الخطورة هنا. لا تستطيع أن تتحدث مع ابنك، ولا تستطيع أن تتحدث مع ابنتك، ولا تستطيع أن تنكر على زوجك. من منا يقبل ذلك؟ أي فطرة تقبل ذلك؟ أي عقل يقبل ذلك؟ الكفار لا يقبلون ذلك. هل قررنا أن نتخلى عن ديننا؟ هل قررنا أن نتخلى عن هويتنا العربية الإسلامية الفلسطينية؟ والله لا نتخلى. أنا أرجو باسمكم جميعا، أرجو المسؤولين، أرجو الرئاسة الفلسطينية الرئيس أبا مازن والحكومة أن يرفضوا هذا القانون. لا نريد المساعدات القذرة، لا نريد المساعدات على حساب كرامتنا وأخلاقنا وأعراضنا. لا بارك الله في هذا المال، هذا المال المدنس، هذا المال القذر، هذا المال النجس. يقايضوننا على أعراضنا، يقايضوننا على أخلاقنا، يقايضوننا على أعراض بناتنا وزوجاتنا أيها الإخوة. لا بارك الله بعد العرض بالمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أهل الأرض المباركة، يا أهل فلسطين، إن الله عز وجل في محكم كتابه العزيز يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ومفهوم الآية: ألا تستجيبوا أيها المؤمنون لمن يريد أن يفسد عليكم دينكم، لمن يريد أن يفسد عليكم دينكم وأسركم وأن يفتك بصمودكم بمؤامرات واتفاقيات مشبوهة، عفوا لا أقول مشبوهة لأنه ليس فيها أدنى شبهة أن هذه الاتفاقيات تحارب الله ورسوله، تحارب المسلمين في عقيدتهم وفي أبنائهم محاربة سافرة سفور الشمس في رابعة النهار. أخوتي الكرام، ومنكم ومن يقول: يا أهل سيداوي، ثلاثة أمور نذكركم بها ويذكركم بها أهل الأرض المباركة. ليس هكذا تسن التشريعات في الأرض الإسرائيلية وفي أرض الإسلام وفي أمة الإسلام. نحن لسنا أمة لقيطة نقتات على فتات قوانين عفنة، نحن لسنا أمة لقيطة، نحن أمة الوحي، أمة القرآن، أمة الكتاب. شرع الله عز وجل هدياً إلهياً، لا هو بالذكوري ولا هو بالنسوي، هدياً إلهياً كاملاً أكرم فيه الرجل وأكرم فيه المرأة، جعل الأنثى عزيزة وجعل الذكر رجلاً كريماً، جعل الأنثى عزيزة وجعل الرجل رجلاً ذكراً كريماً يكمل فيه أحدهم الآخر. واختط لنا نمطاً، واختط لنا نمطاً، يريدون أن يلغوا النمط والنمطية في الذكور والأنوثة. كلا، فإن الله عز وجل اختط لنا نمطاً بأحكامه في الشرع، بنيت عليه الأسرة وبنيت عليه الأمة كذلك. وثانياً نقول: يا أهل سيداو، ليست هكذا تسن القوانين، فبمعاييركم تسنون القانون وأنتم قلة، ليس لكم تمثيل ولا تمثلون أحداً إلا أنفسكم، وتدعون ملك أهل الأرض المباركة. تلك الكثرة التي أنكرت وترفض رجالها ونساءها، ذكورها وإناثها، بغالبها، بعلمائها، بمحاميها، ترفض. تريدون أن تدوسوا الكثرة لتفرضوا عليها تلك القوانين جبرا. ونقول لكم: ليست هكذا تسن القوانين، لا تسن القوانين بناء على طلب ممول ولا أجنبي ولا غربي غريب، لا تسن القوانين على أهل البلاد جبراً بالممولين. وقد رأينا جميعاً رأي العين أن هؤلاء يشترطون بمالهم المسموم القدر، كما ذكر شيخنا، يشترطون تعديل مناهج التعليم ليشطبون الوطن. فما بالكم بمن يريد شطب العقيدة من النفوس. وثالثا وأخيرا نقول لأهل الأرض المباركة: يا أهل فلسطين، إنما تشكونه الآن من الانحلال وتشكونه من الفساد قد بدت بوادره في الأجيال، إن هذا غيظ من فيض وقطرة في الأرض
من بحر فيما ينتظرنا لو أقرت مثل هذه الاتفاقيات. سيبدأون أولاً بإقرارها ثم بتطبيقها ثم بتطبيقها إلى أقصاها، ثم تصبح ثقافة الجيل. وأي جيل سيكون وهذه ثقافته؟ أين سيحمل قضية التحرير؟ وأين سيكون من ثغر الأمة مقابل عدوها جيل هتكته الاتفاقيات وهو محاصر بين ثقافة صالون هدى واتفاقيات سيداو؟ فيا أهل الأرض المباركة، ادفعوا عنكم ما يحاك لكم. حماكم الله، حفظكم الله، وأعانكم الله، ورد عنكم كيد الكائدين في دينكم وأهليكم وأعراضكم. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماهير الشعب فلسطين، دافعوا عن أخواتكم، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن دينكم، دافعوا عن عقيدتكم، دافعوا عما تبقى لكم من كرامة وعرض وشرف. أستنكرها أنا ومن خلفي نساء فلسطين، أم الأسرى، أم الشهيد، أم الجريح، كل امرأة حرة. أدعوكم يا أهلي أن تقفوا معنا، أن تقفوا معنا أمام الهجمة الصهيونية على عائلاتنا. أطلب ممن يسمعني الآن، حاكما أو محكوما، شعبا وقيادة ودولة، أن لا يقل هذه الاتفاقيات الدائرة التي تبيح الانحلال بكافة أشكاله، التي تدمر الأسرة العربية المسلمة والمسيحية. دين الدولة الرسمي هو الإسلام، ويجب أن تأتي التشريعات لتتناسب مع الإسلام، لا أن تأتي لتحلل كل ما حرم الله عز وجل. لبيك لبيك يا أختي، لبيك لبيك يا أختي، لبيك يا أختي، لبيك يا أختي، لبيك يا أختي، لبيك يا أختي. تسقط تسقط سيداو، تسقط تسقط سيداو، تسقط تسقط سيداو، تسقط تسقط سيداو. يسقط قانون تدمير الأسرة، يسقط قانون تدمير الأسرة، يسقط قانون تدمير الأسرة، يسقط قانون تدمير الأسرة. إنني أعتذر لكل من لم يحضر اليوم، ونساء منعهم الحضور بسبب ضيق التنظيم للوقت. واعدكم ان شاء الله ان هنالك وقفات تخرج كل مدن الضفه عن ذكره ابيها. اهلي في الخليل، اهلي في القدس، اهلي في نابلس، اهلي في رام الله، اهلي في قلقيل، اهلي في بركرب، اهلي في كل فلسطين. انقذوا اعراض المسلمين قبل ان يصبح الشهود قانونا، دافعوا عن بيوتكم، عن أعراضكم، عن دينكم، عن أخلاقكم، عما تبقى لكم من كرامة وعرض وشرف. دفاعنا هنا عن المرأة المسلمة، دفاع عن مسار رسول الله. لا أطلب من أحد أن يحرر فلسطين، ولكن أطلب جيلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدافع عن دينه وعن عقيدته. يا من قدمنا لك العريضة والعريضة، إن كان رئاسة للحكومة أو رئاسة للدولة، أرجو أن ترد على العرائض المقدمة إليك من آلاف البشر، من علماء ومحامين ودعاة، ومن كل الشعب الفلسطيني تقدمت إليكم بعرائض ولم يتم الرد عليها. أرجو أن لا يكون المساومة الدولار مقابل قانون هدم الأسرة. إخواني هنا في دراسات مشيرة، أرجو من كل من يتابعني، أرجو من كل من يسمعني، أرجو أن تعتبروها قضية عقيدة، قضية مبدأ، قضية جهاد. إخواني في كل مكان أناشدكم بالله، هذا القانون
ربما يكون قد تم التوقيع علي. أتمنى من كل من يسمعني أن يقف معي، مش بس من الأفضل بدواء المنار، أن نقف أمام مجلس الوزراء، أن نقف أمام المقاطعة، أن نقف وليس في نفس أحدنا هوى إلا لقصة دين محمد صلى الله عليه وسلم. الدين استشهد من أجله الصحابة في أرض فلسطين، ليس قتلا للحانات والبارات والملاهي والأفلام الداعرة الفاجرة التي تبيح العرية والخزي والانحلال. أنقذونا من براثن هذه الأزمة التي علينا، وجزاكم الله عني خير الجزاء. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله، قال في محكم تنزيله مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحبيب المؤمنين وناصر المتقين. قال في محكم تنزيله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه وحبيبه وخليله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، صلاة متواصلة إلى يوم الدين. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول حجر الضب الذي يدخل به أعداء الأمة بأن نقلدهم. حجر الضب يهود ونصارى دخلوا جحورا عديدة من وهم يحاولون منذ عشرات السنين جر المسلمين إلى هذه الجحور. تأتي فئة متصهينة ليس لها هم إلا الدعم الغربي والتأييد الدولي لتفرض على شعب مسلم اتفاقيات تخالف الشرع وتفسد الأمة وتضعنا في طريق التيه والضلال. حذرنا من ذلك قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ما دون المسلمين فهم دون. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يدخرون جهدا أن تعيشوا حالة من الخبل والهبل والفساد والضياع. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يريدون أن تعيشون حالة من العنت والضيق والشدائد لأنكم أمنتم بالله الواحد الأحد. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها الإخوة أيها الأحباب، نحن نتعرض إلى هجمة هي على صميم ديننا ومعتقداتنا. كبر كبر على الصوت، كبر كبر على الصوت، أمي حية ما بتموت، أمي حية ما بتموت، كبر كبر على الصوت، كبر كبر على الصوت، أمي حية ما بتموت، أمي حية ما بتموت. شعبنا الفلسطيني المسلم الصابر المرابط الذي يعيش على هذه الأرض الطاهرة التي حررت بدماء المجاهدين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لا يمكن أن يسمح للمرتزقة ولمن أفئدتهم أجنبية
شرقية كانت أو غربية، أن تحكم وأن تشرع لهذا الشعب الفلسطيني الصابر المرابط الذي يكتوي بنار الاحتلال ونيره وعدوانه منذ عشرات السنين. نحن شعب مسلم ونرفض أي قانون علماني شرقي أو غربي. من يحكمنا أو يشرع لنا يجب أن يكون منبثقا من عقيدة الأمة وأخلاقها ودينها وتاريخها. لا نقبل بفئة ألغت الانتخابات وصادرت حق الشعب أن تدعي تمثيله ثم تقبل أن توقع وأن توافق على اتفاقيات وقوانين شرعت لإفسادنا. هل هذا الغرب الماجن الكافر الساقط أخلاقيا هو في مستوى وفي مكانة أن يشرع للأمة ذات العقيدة والدين صاحبة القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقبل لا والله لهؤلاء السفهاء الذين أعدموا ملايين البشر وأفسدوا البشر ويدعون بحضارة أنهم أصحاب حضارة ها هي تتجلى حضارتهم في الحرب الروسية والأوكرانية كما تجلت في الحرب العالمية الأولى والثانية. أوروبا الهمجية التي تريد أن تفرض علينا الشريعات 30 مليون في حرب طاحنة بينهم على لعاعات الدنيا. هؤلاء أصحاب منهج الشيطان يريدون أن يفسدوا الأمة. يا أحباب، يعلمون أن القرآن يجمعنا وأن أخلاق الإسلام تشكل درعا حصينا لنا. يعلمون أننا بإسلامنا أقوياء، لذلك يريدون أن يفسدوا إيماننا وأن يحرفونا عن صراط الله المستقيم وأن يبدأوا بالمرة فيشرعوا لها تشاريع هي خارج إطار أخلاقنا وقيمنا وديننا. تشاريع ليس لصالحها بل لإفسادها ولجعلها أداة لإفساد المجتمع. كم أفسدوا من الشعوب الإسلامية عن بهذه الأساليب وهذه الطرق. الاستعمار دخل إلى بلادنا وجند العملاء والجواسيس الذين ما زلنا نكتوي بنار وجودهم بيننا. إلا عن هذه الطريق إفساد المرأة ثم المرأة تفسد الرجل. يا أحباب، الأمر جد خطير وليس من هزل. لن نبيع ديننا بدولار، لن نرضى باتفاقية العار. سنواجه هذه الاتفاقية بما استطعنا كما نواجه الاحتلال. ليست هذه الاتفاقيات بأقل شدة من خطر علينا من هذا الاحتلال الفظيع، بل هي والاحتلال سيان. الاحتلال يحتل أرضنا ومقدساتنا، يفسد شبابنا، يقتل، يعتقل، يصادر، يهدم البيوت. ومثل هذه الاتفاقيات تسعى إلى إفساد العقيدة والأخلاق. لذلك نريد يا أحبابنا نصرا لديننا ولرسولنا محمد ولشريعتنا ولتاريخنا ووفاء لأرواح شهدائنا التي جبلت هذه الأرض دمائهم، نريد وقفة جادة، نريد تجمعات أكثر حتى يكون الصوت أعلى وأكبر. والله أكبر، الله أكبر من مكرهم، وسيرتد هذا المكر إلى نحورهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لأن الله عز وجل لنؤمن به هو أكبر منهم وهو القوي القادر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لو ما ينفع الله المعتقد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
تسقط تسقط سيدو تسقط تسقط سيدو تسقط تسقط سيدو تسقط تسقط سيدو أمتنا أمة الأحرار أمتنا أمة الأحرار لا لقانون الذل والعار لا لقانون الذل والعار أمتنا أمة أحرار أمتنا أمة أحرار لا لقانون الذل والعار لا لقانون الذل والعار تكبير الله أكبر تكبير أنا كامرأة فلسطينية ضد قانون حماية الأسرة من العنف لأن اتفاقية سيداو هذه الاتفاقية وهذا القانون الذي يعمل على تدمير الأسرة وتشتيتها يعمل على نقض كثير من أحكام الشريعة الإسلامية هذا يعني يتعارض كما قلت مع أحكام الشريعة الإسلامية فنحن كنساء فلسطين ضد هذا القانون وضد هذه الاتفاقية التي وضعها الغرب والتي وثقت واقع المرأة الغربية وما كانت تعاني المرأة الغربية في الغرب من اضطهاد ضدها احنا في الإسلام كرمنا الذي وضع هذه القانون حماية الأسرة من العنف لا يمثلنا احنا مش ضد قانون يحمي الأسرة من العنف احنا مع القوانين التي تحمي الأسرة ولكن القوانين التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحافظ على الأسرة والتي تعمل على إنصاف المرأة استئنهم لأنصفنا ف هذه الاتفاقية وهذا القانون يريد أن يشدد الأسرة يقضي على أي سلطة تأديبية للآباء ضد أبنائهم هذا الذي يعمل على اللي هي خطف الأطفال من آبائهم إحنا زي ما قلت يعني سيداو لا تمثلنا نريد قانون تشارك فيه كل أطياف الشعب الفلسطيني المعني لحماية الأسرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين العابدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين النبي الأمي الأمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نحن نسمعها للجميع القاصي والداني بأن شعب فلسطين بكليته يرفض ما يسمى بقانون حماية الأسرة لأن هذا قانون لهدم الأسرة المرأة عندنا أم وربة بيت وأرض يجب أن يصان لا أن يتاجر بها ولا أن يكشف عرضها ولا أن تكون كما يريد أن يعرضها أو عرضها الفيلم السيء المسمى صالون هدى نعم أيها الإخوة الأكارم لا نرضى بغير شرع الله ولا نرضى بغير القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا هذه المؤسسات النسوية المشبوهة التي تمول غربيا والتي تدعم من قبل بعض الوزارات في هذا البلد نقول لهم أنتم مرفوضون أنتم نكرة في هذا المجتمع نقول لهم بكفي 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 لا يكفي الفساد الذي يجتاح هذه البلد على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتعليمية تريدون الآن الوصول إلى البؤرة المركزية في المجتمع ألا وهي الأسرة تريدون إفساد المرعى تريدون إفساد رأس النبع المرعى التي ترضع لأطفالها محاريبها العزة والكرامة والنخوة والشهامة والالتزام بدين الله تريدون إفسادها
ويحكم إلى أي حضيض وصلتم. نحن شعب فلسطين، هؤلاء هم النسوة، هؤلاء هم نسوة فلسطين، وهم بالصوت العالي يقول لكم لا نريد اتفاقية سيداو التي وقعتم عليها لأنها تتعارض مع أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد كرم المرأة وجعل لها من الأحكام ما يرفع من شأنها. تريدون أن تذهبوا بها إلى الحضيض، ويحكم، قولوها، أعلنوها يا نساء فلسطين ويا رجال فلسطين. لا أريد أن أسألكم الآن استفتاء، ولكن لأن شرع الله لا يستفتى علي، ولكن أريد لهؤلاء الذين يدعون أنهم مسؤولين أو أنهم ولاة أمور أو أنهم يديرون هذا البلد، أريدهم أن يسمعوها منكم. هل ترضون باتفاقية السيداو؟ هل ترضون بقانون حماية الأسرة؟ هل ترضون أن تكون نساؤنا سلعة؟ هل تكون عرضنا تقبلون أن تكون أعراضنا في المؤسسات النسوية؟ قولوها بأعلى الصوت، لا لسيداو، لا لسيداو، لا للمؤسسات النسوية، للمؤسسات النسوية، لا للدولار الذي يشتريها، لا للدولار الذي يشتريها، لا للدولار الذي يشتريها، لا للدولار الذي يشتريها. ونقول أيضا الكلام الذي تفضلت فيه المحامية زينب السلفيتي، نحن إخوانك وقد دعيت إلى أن نقف إلى جانبك أنت ونساء فلسطين، نقولها بالصوت العالي، نعم نحن إلى جانبك في كل الميادين وعلى كل الأصعدة. والله لن نرضى لهذا القانون أن يمر، ولن نقبل بهذا القانون أن يمر، وبغير شرع الله لا نرضى. والله سنثبت وسنبقى ثابتين على لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى يعظم الله سبحانه وتعالى بإنفاذ وعده، حيث قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وحتى ينفذ بشرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالمسلم لا يرضى إلا أن تطبق عليه أحكام الإسلام، وأحكام الإسلام لن تطبق من خلال هذه البلدان أو الدول الموجودة اليوم، لن تطبق إلا من خلال دولة الخلافة الإسلامية ومبايعة خليفة المسلمين يحكمنا بكتاب الله وسنة رسوله. اللهم أعزنا بالإسلام، أعز الإسلام بقيام دولة الإسلام وخلافة الرحمن وحفظ القرآن. اللهم خليفة يحمي الأعراض، اللهم خليفة يحمي الأعراض، اللهم خليفة يحمي الأعراض. والذين آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. أحسنت يا شيخ. أمتنا أمة أحرار، أمتنا أمة أحرار، لا لقانون الذل والعار، لا لقانون الذل والعار، أمتنا أمة أحرار، أمتنا أمة أحرار، لا لقانون الذل والعار، لا لقانون الذل والعار. كبر كبر عل الصوت، كبر كبر عل الصوت، أمة حية لا بتموت، أمة حية لا بتموت، كبر كبر عل الصوت، كبر كبر عل الصوت، أمة حية ما بتموت، أمة حية ما بتموت، تكبير الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أسقط تسقط سيداو، تسقط 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 تسقط سيداو. وترعى احوال الشعب الفلسطيني.
حتى في هذه يلاحقوننا ما يصلح للغرب لا يصلح لنا، واتفاقية سيداو لا تنفعنا ولا تصلح لنا، واتفاقية الأسرة تدبير الأسرة كذلك لا تنفعنا. إخواني أخواتي، تمرر هذه الاتفاقيات والقوانين ويسقط أو يخرس المجلس التشريعي المفروض الذي هو الذي يسير القوانين، يخرس أعضاء المجلس التشريعي من الجلوس في أماكنهم في المجلس التشريعي حتى يطروا القوانين، ويعطل المجلس التشريعي وتعطل انتخابات المجلس التشريعي، ولكن القوانين لم تسقط لأنهم يستغلون الفرصة المناسبة بالنسبة لهم وهي تغييب الجهات الرسمية. فيا إخواني صراحة القضية قضية خطيرة جدا. الحصن الأخير لنا هو الأسرة، فإذا تدمرت الأسرة ضاع الشعب. ما هو الفائدة أو ما هي الفائدة من إنجابي أطفال لا أستطيع أن أوجههم وأن أسيرهم وأن أربيهم على حب الوطن والجهاد من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل هموم الشعب؟ ما هي الفائدة إذا أنجبت أطفال لا يجوز لي أن أتكلم معهم، هذا مسبوق وهذا ممنوع؟ ما هي الفائدة إذا أنجبت أبناء يحضرون لي لداخل البيت؟ من يضرني مثلا تحضر ابنتي معها شخص إلى داخل البيت ولا أستطيع أن أتحكم بها؟ إذا جاء الجيران وسمعوني أصرخ على ابني وكانوا يشتكوا علي للشرطة، مصيبة اللي قاعد بيصير مصيبة، والسقوط عليها مصيبة أكبر. فأرجوكم يعني رجاء حارن أشكركم جميعا على هذه الوقفة، وأتمنى أن تكون هناك وقفات، والخزي والعار لكل من يمرر هذه الاتفاقيات التي تمس بحقوق شعبنا وبالأسرة الفلسطينية وبديننا الحنيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان احنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ابن الشيخ. يعني أنا مبسوط من حضور الشاب كله، إن احنا انتصرنا لديننا وانتصرنا لعقيدتنا، ومن حقنا يكون إن شخصيتنا الإسلامية وحضورنا الإسلامي، وما حدا يتدخل في ثقافتنا وفي وعينا، ما يخرب وعينا. الإيمان والوعي والثورة والالتزام بعقيدتنا الإسلامية. شكرا لكل من حضر، وإن شاء الله المرة القادمة يكون الترتيب أفضل وأحسن وأقوى حتى تكون رسالتنا أبلغ وأكثر. وسبحانك اللهم وبحمدك. 12 دقيقة أيها الإخوة، حيث عاهدون الله أن نستمر في هذه الوقفات حتى يسقط هذا القانون. هل تريدون أن تكونوا من الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. وإلى أن نلتقي بكم في وقفة أخرى أكثر عددا وأكثر إعدادا، نستودعكم الله عند الرئاسة المرة الجاية ورحمة الله وبركاته. وين ما بده احنا مستعدين والله عند الرئاسة وين ما بده. عارف